شوف دراري دراري عافاك شوف انتوما غتقولوها امين انتوما غتقولوها امين قولوها امين اي واحد كلام لهاد الفرقه الله يعطيه الكونسير اي واحد ادى هاد الفرقه الله يعطيه الكونسير اي واحد استفد منه ولو بتقشيره الله ياخذ فيهم الحق انا ربيك ربي العزه عما يصفون وسلام. المهم كملوا مشكل ديال فريق الرجاء ان خاص الجمهور يعرف شي حوايج اللي ما تيبغيوش يقولوهم. مثلا انت المنخرطين عارفين الزيات تيقول انا رجاوي في 2006 وجالس كتصفق ليه وطلعتيه وبقيتي كتطبل ليه بلا احسن رئيس مشى هرب وخلى الفرقه جا الكاتب العام. خاص الجمهور يعرف ان حميد احداد فاش جا الرجاء جابوا الكاتب العام جابوا 175 مليون بريتي. مرحبا ماشي مشكل لاعب دولي مرحبا به ما كاينش المشكل. سالات البطوله ويفاجئ المكتب ويجبد لهم واحد الورقه مكتوب فيها في حاله الفوز بالبطوله 450 مليون. المكتب اللي معاك ما قلتيهاش ليه؟ هادو تيبغيو الخير للفرقه ها هادو كيبغيو الخير للفرقه. انت معاهم في المكتب وتخبع ورقه حتى لاخر الموسم على حق درتي في دماغك ما غنديوش البطوله ها 450 خلصها انا. خاص يتبدل هذا القانون. اي رئيس جاب شي لعاب يسيني ليه بسميتو ماشي يسيني ليه بسميت الرجاء ويمشي ويخليها غارقه. دير معاه 50% حنا نخلصوا الرجاء 50% و 50% عطيها من المالك الخاص. المشكل ديال الرجاء مشكل كبير. الرجاء غيبقى ديما فريق كبير راك تشوفوا زيرو درهم ولا الحمد لله والحمد لله ونشكروه اننا طحنا في لعابه ولاد الفرقه ومن هذا المنبر والله تصفيقات لهاد اللعابه هادو اقسم بالله على لا على الاقل واخا شبعوا سبان لا كان وليدات ماشي عرفنا ماشي كاملين على الاقل انهم انا نقول لكم واحد الحاجه كلكم تتفتخروا بالريمونتادا وي ونو شوف اخباركم مازال ما شدوش البريم ديالها ها مازال ما شاديش البريم ديال الريمونتادا وغادي تيتقاتلوا معاك هذا المكتب هذا ها بقياده الهارب خاصهم يشوف حال اليوم الغدا مالونغو مشى انا كرجاوي وتقدروا تكونوا متفقين معايا انا باغي مالونغو يمشي قولوا لي علاش حيت بقى لي 4 شهور غتقدر تضيع فيه ياك ولكن اش موجدين اش موجدين 600 مليون اللي غادي تمشي غير للسماصريه ديالو ماشي شوف مصطفى المشكل انت كرئيس وغادي يمشي شهرتنا اش غيولي ليبر تخليه ها ولكن اش موجد اش موجد اش موجد ها غادي يدخلوا فلوسه نمشي نجيب لعابه نمشي نجيب هذا ونجيب هذا من دابا ها نجيب لعابه الاندلسي الاضافه اللي عطى انا نقولها لك وتعدى على الراجل بقى بارك في ذاك الكرسي تيكمل الالعاب صافي ها جالس ما كاين لا اضافه وما تخلصوش لي ليتيج ما تخلصوش لي ليتيج راه نازل عليك نازل عليك اوساغونا نازل عليك مابيدي نازل عليك خاريد ولا سميت بوتاوا نازل عليك هذاك كاريدو شوف هذاك كاريدو اللي كانت اللي كتبوا هما في السيت اوفيسيال كتبوا علينا بالله ما كاين حتى مشكل علاش عرفتي علاش كتبوا علينا نقول لك علاش كتبوا علينا وتعرفوا علاش حيت هذاك داك الديجيتال داك الصفحه الرسميه ما كانوش شادين هذوك كان شاد الكاتب العام هو اللي كيكتب هو اللي كيتحكم فيهم هو اللي كيكتب داك الكاتب العام هو اللي كيكتب اما هذوك ديال الديجيتال الدور ديال المنخرط شنو هو الدور ديال المنخرط هو دق عليا ندق عليك وندبر على بلاصتي ما كاينش ما كاينش والو مجموعات مصالح هاد المخارطين سمعتي مخارطين دور زيرو دور كاينين شباب جاو هاد العام ولكن ما عندهم ما يمكن ما عندهم ما يديروا كاينين ناس قدماء بعدين هادو اللي كيبانوا حدا الميكروات والواجهه هادو كلهم كيقلبوا على بلاصه كلهم كيتجمعوا في قهاوي كيتجمعوا في فنادق علاش ماشي باش ماشي لمصلحه الفرقه لا عرفتي شنو مخارطين هي تكونوا متحدين ماشي شي تيهضر في شي تيعطي شي انا كيهضر معايا واحد التليفون تيقول لي هذاك ماشي راجل هذاك هذاك وفي الغد الاسامي ديال الازمه ديال الراجا هما شوف دابا انا كمحب وانت كمحب حنا واخا نعياو ما نقولوا الدور ديالنا محدود انت منخرط عمرك اسمع شنو نعطي 20000 درهم باش من عام لعام لا منخرط نعيطوا الرئيس كل شهرين دير معنا اجتماع اعطينا لو بيلون اعطينا هذه ما كدويوش الازمه وحنا كدوي في الالقاب ما كدوي اه
علاش؟ حيت عندك لعبه ولاد الفرقه، عندك لعبه ولاد الفرقه. بانون فينا هما فلوسه، ماشي فينا هما فلوسه، ماشي فينا هما فلوسه. فكرتيني في بانون، بانون ماشي مليار ونص ديال بانون. وعا بلاتي بانون، علاش بانون تقاتل معك في البطوله؟ علاش ما تعطيش بريم ديال البطوله؟ حيت علاش نديروا لي في انفولوب؟ علاش تاكلوا لي فلوسه؟ وعلاش علاش واش ما عاد حشومه؟ الله ياخذ فيكم. شوف الدراري، الدراري عافاك. شوف انتم غتقولوا امين، انتم غتقولوا امين، قولوا امين. اي واحد كلام لهاد الفرقه الله يعطيه الكونسير، اي واحد ادى هاد الفرقه الله يعطيه الكونسير، اي واحد استفد منه ولو بتقشيره الله ياخذ فيهم الحق. انا ربيك ربي العزه عما يصفون، وسلام على المرسلين في مراجع. السلام عليكم، تحية رجوية. هاد الوقفة درناها باش نطالبوا بالتغيير. ما غاديش يكون تغيير جذري 100%، ولكن يكون تغيير ديال العقول وتغيير ديال الطاقات الشابة، لأن هاد الناس هادو اللي تقريبا ورثوا الرجاء، ورثوا الرجاء لواحد المدة كبيرة وما كيخدموها. عطاو واحد الوقيتة، دابا ما بقى ما يعطيو. داروا لميسة، الله يجعل البركة، يحطوا السوارج ويعطيو فرصة جديدة للناس الآخرين اللي باغا تخدم بالحب ديالها للرجاء. لأن لو كان أي واحد يعرف الرجاء اش كتعني في قلب المحب الحر، ما عاديش يبخل عليها بأي حاجة. حنا كذوي احتياجات الخاصة ومراض وكل شيء كتهمنا مصلحة الرجاء. هادشي ماشي كيعني أننا يعني كنسبقوا شي على شي، ولكن داك الحب ديالنا وداك الحياة ديالنا كنحطوها في الرجاء، لأن واحد البرانسيب اللي كنشوفوه فيها. ونتمنوا من الله هاد الناس هادو هاد الحكماء يحطوا الزوارت، الله يجعل البركة عليهم، خدموا واحد الوقيته بركة. المكتب التنفيذي هذاك اليوم قبل من غدا خاصو يمشي، لأن مؤخرا هادشي اللي كنسمعوا ديال مالونغو الرحيمي، عيب وعار أننا نبيعوا جوج ديال لي بيغل ديالنا بهذه الطريقة هذيك، وفي واحد في عز الأزمة ديالنا وعز التوهج ديال الفريق. إلا باعوا جوج شكون باش غنلعبوا؟ نلعبوا بنوح السعداوي؟ نلعبوا باش غنلعبوا؟ ما كاين باش غنلعبوا. دونك الانسان خاصو يفكر يبني الفريق تدريجيا في التسيير وفي الرياضه. وشكرا، نتمنوا الخير. راه بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الوقف الاحتجاجي اللي جينا له حاليا حنا كجمهور الرجاء، كفريق الرجاء لفريق عالمي، تنديدا لما يقع داخل اسوار نادي الرجاء الرياضي، وهاد اللعبات اللي كيتخبط فيه في التسيير من طرف المكتب المسير، حشومه وعيب وعار ان فريق من حجم الرجاء العالمي اللي مشهود عليه الكبير والصغير انه تخبط في هاد الازمه ديال المكتب اللي كل مره كيخلقوا لينا ازمه. واش هاد الازمه هادي ما بغاتش تسالي؟ راه حشومه حشومه وعيب وعار. كنطالب المجلس الاعلى للحسابات انه يتدخل صراحه. الفلوس الرجاء كتنهب من طرف عصابه اللي هي الظلماء، ما كنقولش لهم الحكماء، اللي هما الظلماء، واولهم هو اوزال وحانات والصويري والقائمه طويله. الله يرحم لكم الوالدين، الا ما كانتش عندكم ذره ديال الغيره ديال الرجاء الرياضي لاتكم الله يرحم الوالدين. وكنوجه عاوتاني واحد النداء المنخرطين الكراكيز، هذوك المنخرطين اللي صراحه حشومه عيب انكم انتم تكونوا كرجاويين، تكون فيكم واحد الغيره رجاويه. حشومه عيب وعار. السلام عليكم خويا. داولنا مالونغو، داولنا الرحيمي، وداولنا بزاف ديال اللعابه، بزاف من شحال هادي اخويا. بغينا اخويا يديروا شي حاجه اخويا، يسيروا اخويا هاد الفرقه هادي اخويا. ولا اخويا راه حنا راه ما غنهناوش، فهمتيني اخويا؟ ديما الوقفات وديما
فهمتيني؟ واحتجاجات ديما فهمني اخويا. اخويا حافظك عشير. اه سمعني واحد دقيقه الخوت الله يرحم لكم الوالدين. هذاك بودري اخويا يمشي بحالاش اسير بحال علاش باغينك اخويا حنا اسير بحالاش. شوف خويا سالينا ولا ما داروش معنا شي حل ما غاش هناش. لا تنسوش تتابعونا في قناه اليوتيوب ديالنا وفعلوا خاصيه الجرس باش يوصلكم كل جديد. ديروا شير الفيديو وبارطاجوا الفيديو مع اصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي.